رجعنا مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد، مستمرين مع بعض في فقراتنا. وصلنا لفقرة مهمة جدا جدا، اعتقد انه يمكن عشان احنا ما كانش فيه في تربيتنا سبوت لايت على الثقافة الجنسية في تربيتنا، ده خلانا غير مؤهلين لما نيجي نربي اولادنا ازاي نعرف نحتوي افكارهم وتطلعاتهم وفضولهم حوالين اكتشاف الاخر. بالنسبة للثقافة الجنسية بيبقى صعب بالنسبة لنا شوية. النهاردة في فقرتنا احنا بنحاول نفتح لكم شوية أفكار، شوية أخطاء شائعة ممكن نكون بنرتكبها وإحنا مش واخدين بالنا، ممكن تكون بتضر جدا بأولادنا، ممكن تكون جدا بتخليهم بدل ما يلجأوا لنا يلجأوا للآخر، بدل ما يبقوا قدام عينينا وقصاد عينينا بالعكس يحاولوا يبقوا قصاد عينينا شيء ومن ورانا شيء تاني. اللي كمان مش عارفينه الآباء والأمهات النهاردة إنه الأطفال بقت إدراك هم اكبر بكتير من سنهم. يعني النهارده الاطفال بقى في انترنت، بقى في تكنولوجي، دي بتخليهم عارفين حاجات كتير قوي ويقدروا بزرار واحد بس يعرفوا حاجات المفروض ما يعرفوهاش. فالنهارده هنحاول نسرد لكم بعض الاخطاء الشائعه، بعض المواضيع، النقط المهمه جدا اللي ممكن من خلالها نحاول نستفيد مع بعض. هيكون معانا النهارده الاستاذه ماري رمسيس زاخر، اخصائيه تعديل سلوك وباحثه في التربيه. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا سارة. ازيك يا استاذه ماري؟ تمام الحمد لله. مبسوطه جدا ان انا معاكي الحقيقه، واحنا كمان مبسوطين جدا بوجودك معانا النهارده في نهارك سعيد. وحابه اخش معاكي في الموضوع كده على طول لان موضوع مهم بصراحه جدا، وكل النهارده اب وام حابين ان هم ياخد يعني يربوا اولادهم بشكل يليق بالوقت اللي احنا بنعيشه. فخلينا نتكلم في الاول عن الاخطاء الشائعه اللي بيرتكبها الاباء والامهات في تربيه او في التربيه الجنسيه لاطفالهم. هو حقيقي واحنا بنربي بنبقى فيه اخطاء، بس احنا مش عارفين انها اخطاء. يعني اتعودنا عليها، ورثناها، فكره انه ماما ربتني على كده فانا اعتدت كده. لكن 80% من الحاجات اللي احنا بنعملها هي فعلا حاجات غلط. نعم. هدي مثال. الطفل هو عنده سنتين مثلا بيبقى حابب قوي يكتشف نفسه وحواليه، لان هو ربنا خلقه عنده في الفتره دي حب استطلاع كبير جدا طبعا، علشان خاطر يعرف نفسه ويعرف اللي حواليه، يبقى عشان يبقى مستعد للادراك والذكاء. نعم. فاعتقد انه كلنا مر علينا كامهات ان ابننا هو عنده سنه ونص سنتين انه قاعد يتلامس مع، يحط ايده على شعره عشان يعرف، يحط ايده على عينه عشان يعرف، واحنا عادي ما بنعملش اي حاجه لما بنلاقيه كده. بس وانس ان هو حط ايده على الاعضاء الخاصه كلنا من غير استثناء بنروح ضاربينه كخ. المنطقه دي غلط، ما ينفعش. انت كل ده غلط لانه بيرصب جواه فيما بعد لما بيكبر شويه انه انا ماما ضربتني علشان خاطر لمست المكان ده وقالت عليه كخ وعيب. هو مش عارف، هو بيتلامس مع نفسه لانه عايز يكتشف نفسه. بس هو انا كمان مش هسيبه انه يكمل انه يتلامس مع اعضائه الخاصه طبعا علشان ما يتعودش على كده. فبعمل اني بعمل اشتت انتباهه، اجيب كوره والعب معاه، اقول له تعالى يلا نتفرج على حاجه. فكره التشتيت دي هنا فكره ايجابيه، يعني غير مباشر، بشكل غير مباشر، بشكل غير ابدا اخلي اجذب انتباهه لشيء تاني، بس من غير ما افهمه ان انا هحضنه واقول له حبيبي يلا نلعب كوره، ايه رايك مثلا؟ لو هو ولد بنت تعالي طيب نتفرج على حاجه، تعالي نبص نقرا حاجه. يعني اعمل تشتيت بشكل غير مباشر علشان خاطر ما يتخضش وما يفتكرش ان هو بيعمل حاجه غلط. جميل. ايه كمان من الاخطاء الشائعه تقريبا اللي بيرتكبها الاباء والامهات في التربيه الجنسيه؟ بصي، في خطا برضو شائع قوي انه الام ساعات لما تبقى مستعجله ولو عندها صنف واحد، يعني جايبه بنتين او ولدين، فكره الشاور بقى تعالوا يلا مع بعض وما انتوا شبه بعض. دي فكره غلط خالص. انا كده بخلي، ليه بقى يا ماري؟ بخلي الولاد يعرفوا انه كده مفيش منطقه خاصه، كده مفيش خصوصيه لجسمي، كده ممكن اي حد يشوفني. لانه حتى لو اختي، ماشي هي اختي اوكي، بس لا، حتى اختي وبابايا ومامتي لازم يعرفوا ان عندي اماكن خاصه، ما ينفعش يمكن ماما بس هي اللي بتدخل معايا في الشاور عشان خاطر انا لسه صغير فبتساعدني. بس وانس ان انا بدات اعتمد على نفسي بتدخل ماما في الاجزاء اللي مش قادره طولها، اللي عايزه مساعده في التنظيف بس. لكن ان انا ادخل اتنين مع بعض او بستسهل، لا. اذا ماما عايزه تعمل، ساعات الولاد بيبقوا عايزين حاجه تانية، ماما معلش ممكن ندخل شاور مع، يعني نملى البانيو ونقعد مع بعض، دي ممكن، بس في حاله انه يبقوا هما الاتنين لابسين مايو مغطين، يعني زي البسين، زي البسين مغطين، أيوة. مغطين المناطق الخاصه. تمام. طب هل في برضو حاجات تانية ممكن نعمل عليها سبوت لايت للمشاهدين برضو بتكون من الاخطاء اللي احنا بنرتكبها؟ تمام.
احيانا بتبقى منتشره فكره لعبه الدكتور عند الاطفال، فكره انه ممكن ساعات ماما والضيوف تبقى قاعده مثلا والولاد قاعدين في اوضه تمام، فيقعدوا يلعبوا اللعبه بتاعه انه اكشفي لي بطنك وانا هكشف عليكي ومعلش اصل انا دكتور بطن، يعني فكره انه نكشف بعض قدام بعضنا. دي فكره خاطئه جدا. طب ماما لو دخلت الرقابه هنا المفروض تبقى عامله ازاي؟ اولا ما ينفعش اسيب الاطفال في مكان مغلق لوحدهم، حتى لو انا مشغوله مع صديقاتي بره ما ينفعش، لا لازم يبقى في هم قاعدين في حته انا طول الوقت بدخل اشوفهم اقول لهم عايزين ساندوتش، حد محتاج عصير، بطريقه غير مباشره عشان ما احسسهمش ان انا بعمل رقابه عليهم. نعم. وتشكيك مزبوط. لكن بعمل شويه شيك. كل شويه تشيك بسيط. لو انا دخلت في لحظه زي كده انا مش بضرب ومش بصرخ وايه اللي بتعمله ده ومش عارفه ايه، لا انا بس بقول لا انا شايفه ان اللعبه دي مش حلوه، تيجي نلعب لعبه احسن ونسحب اللعبه. انا كده عملت فكره ان انا مش بقول لهم انتوا وحشين انتوا بتعملوا كده ازاي، بس انت سحبتي اللعبه بشكل وقتي، هما ممكن يرجعوا يلعبوها ما في انا وقت هقول تاني. احنا هنلعب اللعبه دي، هنلعب لعبه تاني لان اللعبه دي غلط مش صح، احنا ممكن لان كل واحد فينا عنده مناطق خاصه ما ينفعش نعريها، ما ينفعش نكشفها للتاني، كل واحد عنده حاجات خاصه جدا. ونعرف بقى ايه هي المناطق الخاصه، هي المنطقه اللي انا بغطيها بالمايوه وانا نازل البحر محدش ابدا يلمسها، لا بابا ولا ماما، بنقول كده على فكره جميل عشان بابا جميل. وماما وتيتا وجد وعم وخاله، لانه الولد في السن ده ما بيبقاش قادر يميز ده هيأذيني ولا ده مش هيأذيني، بس تبقى الكونسبت وقاعده عامه انه لا دي منطقتي انا، دي أيوة. حاجتي انا خاصه بيا. لازم نعزز فكره انه المنطقه الخاصه دي هي خاصه جدا حتى من اقرب الناس لي. بالظبط. هنكمل تاني في اخطاء شائعه اخرى احيانا ولا بقى ايه فكره انه الام ساعات تتجاهل لو بنتها عندها 9 و10 سنين، تتجاهل انها تتكلم فيها عن وقت البلوغ وسن المراهقه. دي مهمه جدا، لا مش هنرجع زي زمان ونخلي الماما تقول لك لما يحصل الحدث يبقى تتصدم بقى وتاخدها وتعرف، خالص جيلنا دلوقتي مش زي جيل زمان. هما بيتكلموا يمكن كلنا اصلا البنات في الموضوع ده من قبل ما بالظبط بيحصل بيبقى عندهم سؤال فكره. شائع عند امهات كتيره، طب امتى اتكلم لو انا عايزه اتكلم؟ اتكلمي خدي مناسبه مثلا وهي بتطفي الشمعه التسعة سنه يعني 9 سنين ونقعد مع بعض ونقول لها انت كبرتي وانا بقيت فرحانه بيكي وانا سعيده قوي وعايزه اتكلم معاكي في موضوع خاص، احنا دلوقتي هنبقى عندنا حاجه خاصه جدا، هنكبر وهنبقى مطمئنين صغننه، ونقعد نتكلم معاها باسلوب صغير عشان ما تصدمش، ونمهد بقى ونقول ان هيبقى في حاجه هتنزل يعني هتحصل لك هي اسمها الدوره الشهريه، وهينزل منك سائل لونه احمر، ما تتخضيش كلنا عملنا كده، وانا مستنياكي لما يحصل كده عشان اخدك حضن كبير جدا وابقى مبسوطه قوي لان بنتي هتبقى بنوته وكبرت، وانا كمان هجيب لك هديه في اليوم ده، وكمان هبقى هخرجك في فسحه حلوه جدا علشان خاطر تبقي مبسوطه. ليه بعمل كده؟ علشان خاطر اثبت مبدا حضرتك عارفه انه كلنا كنا اتصدمنا، ايه ده؟ احنا اتجرحنا؟ حصل لنا ايه؟ لا البنت كده هتبقى مبسوطه جدا ان ماما مهدت وانه في حاجه حلوه، في هديه هتتاخد، فانا ببقى سبت ذكرى حلوه، انا اللي ابدا، ما تسيبيش المفاجاه تحصل. طب هنا خليني اسالك عن موضوع مهم جدا، طبعا الاطفال بيبقى عندهم اسئله كتير، اسئله حرجه في حاجات كتير جدا جدا، وبتهيألي انه معظم الاباء والامهات بيحاولوا يهربوا من الاسئله دي خطأ. بشكل كبير يعني اللي هو لا ما اعرفش، او يقولوا لا ما اعرفش، فيلجا الاطفال لناس تانية او للانترنت او للحاجات دي. طب تفتكري النهارده هل استنى الطفل لما هو يسالني ولا انا اللي بادر بالحاجات اللي انا حاسه انه هيبدا يسال عنها؟ تخيلي ازاي انه انا لازم انا اللي احط عيني على انا اللي اخليه يسال. طب ازاي؟ اولا الطفل الشقي او اسئلته كتيره كتير بقى، يتقول لك يا نهار ابيض الولد ده شقي، الولد ده اسئلته الولد ده في المستقبل هيطلع ولد شقي وقليل الادب ومعرفش ايه. لا اعرفي واشكري ربنا ان هو طفل ذكي بيستطلع وبيعرف وبيسال، بالعكس انت لو عندك العكس ده اللي تقلقيه منه. فلما بيسال طبعا كل سؤال على قد اجابته، لازم بصي حقيقي احنا ساعات بنظلم ولادنا، لما بجيب موبايل جديد مش بقعد اشوف طريقه استخدامه وطريقه اشغله ازاي واتعرف عليه أكيد. طيب ما ينفعش ماما تبقى فجاه كده يعني تاخد الصدمه بتاعت الاسئله، لا حضري نفسك اول باول واقري واعرفي واطلعي.
طب انا عايزه اسالك سؤال، لو هو لو الطفل سال والدته سؤال هي مش عارفه ترد عليه ازاي، تهرب منه ازاي بشكل مؤقت لحد ما تقرا عن السؤال اللي هو ساله له وترجع له مره ثانيه؟ عشان فعلا كتير من الامهات يا اما ياخدوا السؤال يا نهار ابيض طب مش عارفه ممكن بابا يبقى يكلمك، او لا لا انا مش عارفه اجاوبه. لا هو احسن حاجه في الفتره دي هقول الله ايه السؤال الحلو ده، تصدق انا صراحه يعني في حاجه ساعات ما بقاش عارفه اجاوب عليها اجابه تناسبك، انا هعرف هسال حد او هعرف طريقه اوصل بيها للمعلومه، وبعدين بكره ولما اقول بكره يبقى بكره ما يبقاش يوم تاني عشان هو هيبقى قاعد مستني. وماما لما تدي الوعد يبقى لازم تبقى صادقه، فانا لما اقول بكره يبقى فعلا دورت وبحثت وعرفت اوصلها له ازاي. نعم، لان كل سؤال بيبقى ليه اجابه على قد المرحلة اللي هو فيها، زي كده جرعة الدكتور، دكتور بيبقى عارف انه سن شهر مثلا بيبقى ليه كام نقطة، سن سنة، فاهمة حضرتك؟ فاهمة. الجرعة بالمعيار على قد كل مرحلة ايه اللي يوصل لها وايه الطريقة المناسبة ليها. كتير برضو من الأطفال ما بيبقوش فاهمين انه المنطقة الخاصة دي المفروض ان هي تكون منطقة محظورة، يعني ما حدش يهرج معاه فيها، ان هو يضربه مثلا على القاعدة او الحاجات دي بمنطلق التهريج زي ما كنا بنتكلم جوه، انه الجدات احيانا بيعملوا كده والكلام ده. ازاي ممكن نفهمهم وفي اي سن المفروض ان احنا نفهمهم ان المسألة دي مسألة تخصك انت، ما حدش المفروض ان هو يهرج معاك فيها خالص؟ تخيلي لو بدأنا من سن سنة، هتقولي صغير سنة وانا بحميه. والله بصي ماري انا عايزه اقول لك على حاجه، انه في الفتره اللي احنا فيها دي للاسف الشديد بيبقى فيه تحرش جنسي كتير جدا للاطفال بالتحديد، وانا مش قادره ففعلا تخيل. لازم نبدا من بدري. مش قادره اتخيل يعني ايه ماما تنزل مثلا ابن الحضانه وهي مش عامله توعيه وحمايه ليه. طب ازاي يعني نعمل التوعيه دي؟ بحس انها تقيله شويه. لا ستيب باي ستيب، في الاول وهو سنه انا وانا بحميه تخيلي بغني معاه اغنيه انه عندك عين جميله ربنا اللي خلقها لك، عندك ودان حلوه ربنا اللي خلقها لك، ايدك حلوه رجلك حلوه، عندك كمان اعضاء خاصه. هو مش هيستوعب قوي دلوقتي بس هي ثابته. فاكره فكره انه احنا واحنا حوامل مثلا بنسمع موسيقى وبنسمع هي كل ده في الفيدباك جواه، هو هيبقى عارف سمع الكلام ده قبل كده. لما اقعد يكبر خطوه تاني بفتح موضوعات تاني. خد بالك ان المناطق الخاصه اللي انا وانا بغطيها وانا نازله البحر او البسين ببقى مغطيها ليه؟ علشان دي محدش ابدا يقرب ليها. ما ينفعش. لازم تحافظ على جسمك. وفي حاجه اسمها كنا بنلعب لعبه مع اطفال، عارفه حضرتك العروسه او الايد البلاستيك؟ اه. انا بمسك عروسه بلاستيك وبعمل كده قدام ابني او مع ولادي مثلا، بحطها على شعره بقول له دي لمسه ايه؟ اتبسطت من اللمسه دي؟ يقول لي اه اه. اقول له دي لمسه حلوه. احط ايدي البلاستيك دي او ايدي حتى مش لازم، بس انا بقول عشان تبقى فاني للولاد. احط العروسه البلاستيك والايد هنا مثلا، الايد البلاستيك او ايدي انا هنا، واقول له ايه رايك في اللمسه دي؟ فيقول لي حلوه يا ماما حلوه، بطبطب عليه فتبقى لمسه حلوه. فهو بيبقى عارف انه اللمسه الحلوه هنا وهنا عند ظهره ممكن. فاجي بقى عند المنطقه الخاصه واحط ايدي هنا لو هي بنت، اللمسه دي يا ليلي لمسه وحشه مثلا، اللمسه دي يا روحي او يا بنتي يعني ايا كان وتبقى الاسم دي لمسه وحشه، دي لمسه مش حلوه. ما ينفعش ابدا حد يجي جنبك هنا. واقعد اكرر عند المناطق الخاصه اللي انا زي ما بقول لحضرتك بنغطيها بالمايو، واقول ان دي لمسه وحشه ابدا ما حدش اتفضل ما حدش ابدا يلمسنا فيها. طب لو حصل ان في حد لمس نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ تمام، لازم افهمه انه اصرخ واجري واقول لو في حد كبير شايفني احميني واجري بسرعه واهرب علشان خاطر يبقى مستعد دايما، لان احيانا بيبقى المعتدي سنه كبير والولد مش هيعرف يضربه. طبعا مش بس بنقول برضو ندافع عن نفسنا لو احنا قادرين، بس نجري ونصرخ بصوت عالي ونقول لا لا حقيقي بصوت عالي علشان خاطر يعرف اللي قدامه يخاف. عارفه حضرتك اكتر الناس اللي تم التحرش بيهم كانوا من الاطفال اللي ما عرفوش، هم مش عارفين. سال حد قبل كده اتعامل مع شخصيه يعني حوار صحفي كان مع اكبر شخص متحرش بالاطفال، فكان بيتقال ان الاطفال اللي كانوا فريسه سهله بالنسبه لي هم اللي مش عارفين، انا عماله اتلامس معاهم وهم مش عارفين ده صح ولا غلط. ما عندهمش لكن ثقافة. الاطفال اللي ماما مفهماهم انه ما حدش ابدا يجي جنب الاماكن الخاصه او المناطق الخاصه دي هم اللي كانوا بيرفضوا ويصرخوا ويزعقوا ويجروا من الموقف، فده
انا لما بفتح الموضوع ده مع اولادي انا مش بفتح عينيهم، انا مش بضرهم، بالعكس انا بحميهم بوقيهم، وبالعكس انا بقدم حمايه زياده ليهم، عشان ما حدش يقول لا انا مش هفتح عين ابني على الكلام ده، انا ليه اخوفه؟ لا حضرتك بالعكس، انت لازم تمهدي وتتكلمي وتوعيه وتقولي له، هو يعرف منين؟ صح. رساله لكل ام وكل اب، انه الحب، انه الحمايه مش بس الحب والحنان والعطف وان انا ادلعه واجيب له اللي هو عايزه، الحمايه انك كمان لازم تحميه من نفسه ومن الاخرين عن طريق التوعيه والتوجيه. بشكرك جدا استاذه ماريا على وجودك معانا النهارده، موضوع شيق جدا، ولسه اكيد هيكون لنا كلام كتير في الموضوع ده قريب باذن الله نكمل كلامنا واشوفك قريبا. ميرسي جدا مشاهدينا. كان معانا ماري رمسي زاخر وهي اخصائيه تعديل سلوك وباحثه في التربيه. سيبكم مع فاصل ونرجع مره ثانيه مشاهدينا، هرج سعيد مستكملين مع بعض فقراتنا.